عقدت لجنة المؤتمر ولجنة العامة المؤتمر الشعبي العام اليوم اجتماعا لها برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. وخلال الاجتماع جرى استعراض نتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني وتقييم أداء ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، باعتبار إنجاح الحوار الوطني يعد استكمالا لا استحقاقا لاستحقاق المبادرات الخليجية والتي مثلت نقلة نوعية آمنة ومخرجا من الأزمة وضع اليمن في مركز فريد، كما أنها تعد المرجعية الأساسية لكل متطلبات التسوية السياسية. وذكرت اللجنة العامة أن التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام في كل مراحل الحوار الوطني كان الهدف منها توفير الدروب الآمنة لبناء شراكة وطنية ولبناء شراكة خلاقة لخلق المناخات المناسبة لتكاتف الجهود ولاستكمال مهمات المرحلة الانتقالية وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة. إلى ذلك نوهت اللجنة العامة إلى أن إقحام القضايا وتقديم تأويلات وتفسيرات مغلوطة والتلاعب بالفترات الزمنية للاستحقاقات الملزمة تعد عبثا وإعاقة صريحة من قبل بعض الأطراف. وشددت اللجنة العامة مجددا على أهمية التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باعتبارها خارطة طريق للعبور إلى بر الأمان والخروج باليمن من الأزمة.